ملي كنت صغير كنت نسمع الى مشى الاب تتوسد الركبه، ولا مشات الام الحنينه تتوسد العتبه، حتى شتا اليوم ما تعطيو داكشي غير للملك، تعطيو على اللي بغا الشعب هو كان فرح. تصور اصاحبي رئيس حكومة شي 7 مليون. نحن لا نمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في شهر الغفران، وخوتنا اقسم بالله ما عندهم ما ياكلوا. دخلوا شوف هذا الاب وعندو 4 ديال الوليدات ديالو، ديال المدام ديالو مساكنه مرضاش وقد تلعب في الشوارع. اجي شوفو فين ساكن، شوفو مسكين فين ساكن، تيطيبو غير بخير العافية وكلشي. وهذا هو الفطور ديالو مساكن الوليدات، هانتها الفطور ديالو، هذا هو الفطور باش تفطر الوليدات مسكين. وهاد البنية الصغيرة مسكينة منين مشات مغا وهي مدرتش حيت يديها معرفتش علاش، قال مش فطر ما عندي يد كتشوفو في طبعا الخبز هذا قتلوا على حتى حاجه عندها، ولكن باش تفطر هاد الوليدات هو كي غادي يتقنا شي يشفو شي طحات. انا نلقى عندي والدي. اين هي الميزانيه اللي تعطي الملك الناس وتعرفها فين هي؟ انا ما عندي. علاش؟ علاش تعطيو مقررات الملك بانه الشعب ديالو واكل وفرحان؟ لا ما واكلش، الشعب ديالك سيدنا تيعاني، الشعب ديالك تيموت بالجوع، الشعب مسكين ما لقاش عشاء ليلة. تتكذبوا على الملك، تتقولوا كلشي فرحان، احزاب فاشله، اخنوج السيمانه اللي فات تصور بانه تياكل الطاجين، علاش ما تجيش تعاون هاد الناس؟ ياك بغيتي تكون رئيس حكومه، عثماني رئيس حكومه تي 7 مليون، علاش ما تعيش بمليون و 6 مليون صدقه في سبيل الله؟ اخ الحلايقي الاسم ديالو بالكيران اللي ضحك على الشعب المغربي، شاد التقاعد باكثر من 7 مليون، وخوتو تيموتوا بالجوع. أين هي الميزانية اللي تعطي الملك الناس؟ بغيت نعرفها فين هي؟ أين هو الروح الوطنية؟ أينكم تتجيو تقولوا حنا بغينا نخدموا البلاد؟ فينكم؟ البلاد ها أنتم ملي تشوف ناس مساكنين، أطفال يموتون جوعا، أطفال يموتون جوعا، ماذا تقولون الله يوم القيامة؟ شنو اللي تقول الله؟ الناس اللي عندهم سيارة وتفكروا في جوج، اللي عنده 3 تفكر في الرابعة، اللي عنده دار تفكر في جوج، اللي ما حمدش الله، اللي تيشد مليون في الشهر وما حمدش الله، اللي تيشد 6000 درهم، وناس ما عندهم حتى درهم يجيبهم. كيف يعقل؟ كيفاش غادي نواجهوا الرسول صلى الله عليه وسلم وغادي يشفع علينا بأمتي؟ نحن لا نمثل رسول الله ولا نمثل الإسلام. نالو جميع المواد الغذائية، أنا غير ود الشعب، ما وزير ما برنامج، ما عليا حتى شي مسؤولية، ولكن حب الوطن تيجري في قلبي. أنا رئيس الجمعية الملكية المغاربة في أوروبا، عندي غير على بلادي وغير على الوطن وغير على الفخر. أنا تنوصي هاد السيد هاد البنية عطاها الخوف باش يربيها، وأنا تنقول له خلي بنتك عندك وحنا غادي نديرو كثر من جهتنا باش نعاونك. إلا تحرمات من حنان الأم حاول ما تحرمات من حنان الأولاد. المهم ها تقول عزيزي واحد الله 2 3 4 5 هاي 6 واحد الله 2 3 4 5 6 هاك هادو عاون لي ورشة رمضان ربي يا خويا شوف صافي دابا بركة من الكيران اصبح انت في شوف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان وفرحان، تحيه وتوفيق للغرباء داخل الوطن وخارج الوطن، تنتمنى خوتي اعزاز بارطاجيو الفيديو لأنه كاين واحد الخبر زوون، الحمد لله حنا جينا من العمل ديال الأزلال اللي عيطنا السي العطفاوي واستقبلنا واحد الاستقبال جميل جدا، واللي كنا أنا بغيت ندير واحد المدارس هنايا، وكنت صورت واحد الحالة اللي هما واحد الأم ديالهم كانت ضربت واحد القطة مشى وحماقت وخلاتها مع ديال الوليدات وتضجرت مسكينة. وانتم تشوفوا هذه الحالة مؤثرة، وكنا انا مع السي العطفاوي هضرة تجيب هضرة، وهو قال لي هذه الحالة عطيها لي انا غادي نتكلم بها، لان درت فيديو كنت غادي نحطو باش نقدوهم، وكانت عندي واحد الروح ديال واحد المدرسة انايا ديال الاطفال الصغار تيقراو، تا هو الضرر طاح عليهم قال لي انت هي اللي نبنيها وعلى
الرد انه غادي يدير لها الشهريه ديال الخلو مع الدوله، تبقى دير واحد الشهريه بالتعليمات ديال سيدنا الله يسلم. اذا غادي تشوفوا نشوفوا هذه الحاله اللي ديجا عاونتهم شريت لهم مواد غذائيه ديال شهر 4 عطيتهم شي 28 فريم ولا 26 فريم مابقاش عاقل، وهاد الوليدات 4 اللي مهم ضربات القطه وحماق مسكينه وخلاتهم صغيورين. بكيت بزاف، بكيت ساعتين وانا تنبكي، ولكن ربي يفرج علينا بصراحه. الله باش تخليو يستر لك عامين يقولك حنا نتكلفوا بهذه الحالات. فهذا نتوما اللي عطيتوني هذه القيمه، وتنشكر اي عامل بحال السي عفاوي لانه قال لي ماشي انا الدور ديالي الان، سيدنا هو اللي عطى التعليمات بانه يخدموا لهذا الشعب ويالو معنا حتى النهايه. وهذه تسمعوا خبر زبون، حنا عاود رجعنا عند هذه الحاله اللي خلات له 4 ديال الوليدات، هذه خلات عندها 4 شهور. الام ديالهم اللي كان ضربات القطه مشى ومرضات نفسانيا حمرت، حنا حتى داك الشيء تيكون مسكون اخوتي، حدا ما بقاش ضربوا في الحيوانات، وتشجرت مسكينه من 2016 وخلات له الوليدات مصابين. اللي كنا جينا عنده ما عنده ما ياكل. انا عندي لك خبر، انا مشيت عند السي عامين باش نهضروا على واحد المدرسه اللي بنيوها ودرت على الحاله ديالك ووريتها وتاثر بزاف، وقال بانه غدا ان شاء الله مع الثلاثه غادي تكون عندنا لجنه، واللي كنت انا معاهم غادي نزيد نهار راقبه في الازيلال غدا ان شاء الله باش نشوفوا هاد الدار كامله كيفاش، وغادي يديروا لكم شي مشروع وغادي يديروا لكم هاد البرنامج. عطينا الله دوزت واحد الحاجه شغل الله اللي عاد صافي بركه مالك اقسم بالله ودي اخويا انا من جيت انا ان شاء الله صافي. شوف ان شاء الله شوف واسمعني 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 بركه الله يسلمك وغادي نمشي نشوفوا مدرسه واحده اخرى، واحد الرود ديال الاطفال يطيح عليهم، غادي نعاونوا هاد الاخت اللي تتقرا في الرود غادي يدخلها مع الدوله تبقى تشد هي الشهريه ديالها. اذا هذا الشيء خوتي كون كنت انا بغيت ندير الاشهار راه الفيديو ديال هاد السيده هذا كون حتاجو في الصباح اذا تشوف واحد اللقطات منه غيطيح رؤوس كبار، لانه كيفاش حنا جينا في 2019 الناس ما عندهم ما ياكلوا. شو هاد الوليدات ساكنه ما عندهم ما ياكلوا، درهم ما عندهمش في الدار، ودموع مسكين من الصباح وتيبكي. ولكن انا ما بغيتش اشهار، انا بغيت الحاله تنقد. ولكن الحمد لله يوسف ضربوا لي عمره ما صور شي حاله وسمح فيها، دائما تنبدا معاها من الاول حتى الاخر. حتى ان شاء الله مع الثلاثه الله يرحمها ويرحمها خرجت مني تتخليهم باش نشوفوا الدار كامله ان شاء الله صافا حالها. والسي العفاوي حل لي البيرو ديالو، السي العفاوي حل لي البيرو ديالو وجي يتعامل معايا وتعامل مع هذه الحاله بالتعليمات ديال سيدنا الله ينصرو. التعليمات تجي التعليمات ديال سيدنا بانه سيدنا هو اللي عطى التعليمات بانه تعاملوا مع المواطن ديالو. فانت هاد الشهر ديال تقدا ديال رمضان كامل ديال الله يعطيك الصحه يلاه حبيبي كتاكيت كتاكيت ازيان 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 يا اميمه شتي يا اميمه شتي يا الله يعاونكم الله يعاون الوالد اخويا يوسف.